والآن إلى آخر أخبار الطقس. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى مرفة المليدي. شكرا إلهام ويوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية 32-23، مطروح 33-22، بورسعيد 30-23، إسماعيلية 37-22، السويس 36-21، العريش 33-22، طابة 34-22، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 39-28، الأقصر العظمى ستكون 41 والصغرى 24، أسوان 41-27، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 37-28، وأخيرا حلايب 34-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.